كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ صدق الله العظيم آلارا بوخ بولشدوي. قرآن دیشن ویلچه صدق الله العظیم آلارنا بوخ بات اصحابش ایل اداتیز ازا تحر خینه یق دیل هندو تاشی کویت استگو صدق الله العظیم آلارا ازا الله خست ور خیلر ازا عبادت خیلر اما عبادت تن مگشدات شریعت یحتون بخت سخیلچ و ازا آل ریح تا بخت سخیلچ ازا آل را دینیح مگر ادات سنت ادات استگه شا قرآن دیشن ویلچ صدق الله العظیم آل را ازا سنت دات تم آل مگه الله تباقی اح آل صدق الله ها بقدو الله تو از آلا و از اولش مدو اما الله هس تون ال چنو الی و شی قرآن دیشن دل چه ال الیز ال چن گر ستن دخ تو قرآن دیشن ال اما تو صدق الله تعالى اشتا ابن مسعود اس ادیشنق ال چن سورة نساء چل شاقات چلت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إلتشنس إلتم تأردون ابن مسعود تتألق صدق الله يا ابن مسعود أتأل إز تنديلا إذا بخ بخ قرآن ديشنا ويلتش صدق الله آلارا سنة تحت خبر